التوفيق. هنختم حلقتنا بكده اكيد، لان هو ده الدعم يناير للمنتخب مصر. يناير طبعا 14 يناير باذن الله. بنتكلم بقى عن النهائي وكده، بشرة خير هنلعب النهائي يا رب ان شاء الله 14 يناير ان شاء الله اول مباراه منتخب مصر. فالشناوي جاهز ده طبقا لتصريحاته وطبقا لمعلوماتنا ان الراجل جاهز موجود ما عندوش اي مشكله. القصه كلها كانت شد في العضله الخلفيه، لكن من الممكن القرار طبعا في ايد الجهاز الفني بالمشاوره مع الجهاز الطبي، من الممكن ان بكره ما يشاركش لاجل الراحه لان الراجل عنده شد، ممكن تعوده خلال المباراه فيشارك مصطفى شوبير، وهذا هو الاتجاه حتى هذه اللحظه المعلن فيها ومن مصادرنا ان شوبير موجود. كل الدعم من الشناوي ومارسيل كولر ومدرب الحراس انك انت يا شوبير بكره هتشيل الحكايه وهنسقف لك وهندعمك كل حاجه، ولكن الشناوي جاهز. هل بكره نلاقي مفاجاه؟ هل بكره شوبير هو اللي يبقى موجود لان الشناوي لسه محتاج ان هو يرتاح؟ ده اللي هنعرفه. ياسر ابراهيم طبعا خارج المباراه، هيكون متواجد رامي ربيعه لان عنده العضله الضامه فصعب، فبكره هتلاقي رامي ربيعه الى جانب محمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني. معلومات حضرتك كابتن عمرو عن الشناوي ايه؟ لا هو في حاجه مهمه جدا يمكن استاذ سامح نوه لحاجه مهمه، كولر الربط بينه وبين ميشيل يانكون. نرجع بالذاكره في مباراه الوداد كان الشناوي استشفى بنسبه 90% شفاء كامل. نعم. قال لك انا عايزه 150%. نعم. لاعب مصطفى شوبير في مباراه الوداد. نعم. وكان علي لطفي كان في الوقت ده برضه خافف بنسبه 95%. نعم. هو ما بيجازفش عشان بيحب يبص يعني عنده نظره بعيده المدى شويه. تفتكر في اتصال حصل ما بين منتخب مصر وبين مارسيل كولر اتقال له حافظ لنا على الشناوي عشان نقفل يناير؟ طبعا طبعا طبعا. كولر قال ما فيش امبارح كولر نفاها النهارده. كولر نفاها. كولر يعني في مرونه ما بين كولر وفيتوريا. الجريء والثعلب المكار. حلو. هما الاثنين جريء، راجل جريء وارقامه وحساباته وماتشاته ومكاسبه بتقول الكلام ده. نعم. يمكن زعلنا منه بس في مباراه تونس، باقي حياته كلها بدات من مباراه بلجيكا وانتهت بمباراه الجزائر والاداء اللي احنا شفناه سيراليون وجيبوتي. نعم. النادي الاهلي هنرجع برضو بالذاكره، مانويل جوزيه في نجاحاته نجح منتخب مصر في وجود الكابتن حسن. طبعا. كانت لعيبه النادي الاهلي كلها كامله. كلها صح. احنا بنقول ياسر ابراهيم، احنا بنقول بقى هو الدعم في وجود عبد المنعم وحجازي والونش، احنا عايزين دول هاني، وبنقول وجنب فتوح وهدت المواضيع بتاعت فتوح لتجديد النادي الزمالك. نعم. مروان خطوة والنني كمان مجلس وطارق حامد طبعا. كل الناس دي حتى كلمه روي فيتوريا بيقول لك عبد الله السعيد بيتفوق على ذهنه قبل اي لاعب يستلم الكوره، بيتفوق. نعم. فكريا قبل ما بيستلم الكوره. نعم. فاحنا عارفين الكم للصالح العام، لعيبه كتير ولعيبه كلها في مستوى واحد، الروح التنافسيه دي انا كمدير فني ناجح احنا يهمنا مصلحه هختار منتخب. 11 منتخب بالظبط هو مصلحتنا. نجاحات الاهلي. نجاحات الزمالك. نعم. فيوتشر. نعم. بيراميدز. المصري هنا. كل ده النجاح في الاول مصر. وفي الاخر في منتخب مصر. صحيح. نجاحاتك بقيت تبص لقطاع الناشئين، تجيب اللعيبه المحترفه اللي بره تتفرج عليها. طب خدتنا بعيد قوي الشناوي، احنا بنتكلم على الشناوي ولا مش عايز مصطفى شوبير؟ شوبير اللي هيلعب بكره. ما هو قال لك الحكايه، قال لك فاكر ماتش الوداد لما ساب مصطفى شوبير؟ لازم اكون يعني في مرونه عند كولر بالكلام مع ميشيل يانكون، والشناوي بثقه الراجل فيه قادر. انا قادر بنسبه 95. لا انا عايزك 150. انا عايزك ده مباراه نهائيه، يعني زي ما استاذ سامح قال لو انا عملت تراي وجالي شد فقدتني غيار، سببت لي دوشه في وسط اللعيبه. لعيبه فيوتشر ريكاردو هياخد النادي الاهلي لل 90 دقيقه. انا نعم. عايز استنفذ اكبر قدر ممكن من القوه. نعم. البدنيه. نعم. عشان اقول اليد العليا ولعبه الحظ. لا وخليني اقول لك كمان ان مصطفى شوبير حارس مرمى عالي جدا طبعا،